مرة تانية مشاهدينا هنرجع للميا عشان نتعرف على حالة الطقس بالتفصيل. شكرا لك يا شاذلي. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ودافي على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. كمان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفي كمان الصبح بدري شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيكي. وطمنينا عن حالة الطقس، خصوصا ان احنا بقالنا كذا يوم حاسين بارتفاع في درجات الحرارة، وكمان فرص سقوط الامطار بقت خفيفة اليومين دول. بالفعل احنا خلال هذه الايام بنشهد تحسن واستقرار في الاحوال الجوية على كافة محافظات الجمهورية. درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. مصادر الكتل الهوائية ما بين الشماليات الشرقية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، أو حتى كمان شماليات غربية قادمة من على البحر المتوسط، ففي اعتدال في درجات الحرارة خاصة فترة النهار، ومع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بنحس بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب المحافظات الشمالية، مرورا بالسواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى. أجواء مائلة للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، أجواء دافية تماما على محافظات جنوب الصعيد، لأن كمان المناطق الجنوبية درجات الحرارة فيها بتوصل ل 25 و 26 درجة مئوية فترة النهار. لكن فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بنبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فترة الليل الصغرى. فترة الليل على القاهرة الكبرى بتكون ما بين 11 و12 درجة مئوية فترة الليل، أجواء باردة إلى شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترة الليل، بالإضافة كمان الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء نتيجة انخفاض درجات الحرارة الشديد إلى أقل من 5 درجات خلال فترة الليل. بالإضافة كمان في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطقنا الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، هيكون معها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة الغير مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية على مطروح، الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لكن بيكون على فترات متقطعة وأماكن متفرقة، يعني ممكن نلاحظه في أماكن والأماكن الأخرى لا. كمان الظاهرة الجوية المؤثرة معانا طبعا خلال فترة الصباح الباكر هو تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ممكن تكون كثيفة أحيانا خاصة على الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية. يمكن اليوم كانت كثيفة على الطرق دي وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية، فمهم جدا قائدي مركبات مسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر تكون القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات. مهم كمان ما ننخدعش بفترة الدفء فترة النهار، ونغير نوعية الملابس بشكل كبير لأن فترات الليل هتظل فيها أجواء شديدة البرودة، نحافظ على ارتداء ملابس شتوية ثقيلة. خلال الأيام القادمة هيستمر معانا الاستقرار في الأحوال الجوية، ويمكن كمان متوقع مع مطلع الأسبوع القادم يكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة، وتوصل العظمى على القاهرة يوم الاثنين اللي جاي ل 24 درجة مئوية، فهيكون إن شاء الله في مزيد من التحسن في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. بشكرك من هنا، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 20-11، اسكندرية 19-12، العلمين الجديدة 18-12، مطروح 18-10، دمياط 19-11، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 21-12، السويس 20-11، العريش العظمى فيها 18 والصغرى 11، كاترين 18-4، طابة 20-11، حلايب 25-15، شلاتين 27-16، شرم الشيخ 24-17، الغردقة العظمى فيها 23 والصغرى 15، الفيوم 20-8، بني سويف 20-7، الوادي الجديد 27-9، أسيوط 22-6، سوهاج 22-8، قنا 28-10،
الأقصر 26/10 وأخيرا أسوان 28 والصغرى 14. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، وكمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. صحيح إن الجو هيكون دافي اليومين دول ومكمل معانا لأول الأسبوع اللي جاي، لكن ما ننخدعش بيها ونفضل لابسين هدومنا الثقيلة. في شبورة كثيفة على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، نلتزم بالتعليمات المرورية علشان نوصل بيوتنا وأشغلنا بألف سلامة. مرة تانية هنرجع لشاذلي يومنا نكمل معاهم باقي فقرتنا. شكرا لك يا لميا.